محدثكم مازن النابلسي، أنا أدرس في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة. يسرني أن أتواجد معكم مع هذا الجمهور الذي نفتخر به دوماً في نقابة المهندسين، جمهور واعي ومثقف، ونحترم صبركم إلى هذه الساعة المتأخرة إلى حد ما. يسرنا أن نتواجد معكم في هذه الجلسة المتخصصة في مجال ممارسة المهنة، اللي هي تعتبر المظلة والقلب الرئيسي في نقابة المهندسين الأردنيين، ولها نظام اسمه نظام ممارسة المهنة. يسعدني أن يتواجد معنا ثلاثة من المتحدثات الذي أفتخر بالتواجد معهم، من مؤسسات لها دور أساسي في الممارسة المهنية ومرجعيات نفتخر بها. المهندسة آلاء هارون العماد من سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، أهلا وسهلا بك. مهندسة جمانة شحادة من وزارة الأشغال العامة والإسكان، الشريك الاستراتيجي والمظلي لنقابة المهندسين، أهلا وسهلا بك. المهندسة يارا الشرابي من مؤسسة نفتخر بها، دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية. أرجو من الجمهور الكريم الالتزام بالمقاعد. إذا سمحتم بدي أعرف بداية بالمهندسة آلاء انعمات. مهندسة آلاء انعمات ستتحدث عن موضوع مهم: applying of artificial intelligence to reduce cost and time in construction projects. أسيزة هي مهندسة حاصلة على الماجستير من جامعة مؤتة في الإدارة الهندسية عام 2023، وتحمل شهادة بكالوريوس في هندسة العمارة من جامعة آل البيت عام 2012. التحقت بالعمل في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منذ عام 2017، وعملت في المشاريع الخاصة في مدينة العقبة، ومنهم مشروع سرايا العقبة مع شركة الأوسط للمقاولات عام 2017، ومشروع آيلا مع شركة أبراج العرب عام 2017. وسابقاً عملت في شركة جي آي إس الهندسية، وعملت لدى مكتب المهندس ضياء هلسة. أهلاً وسهلاً بك مهندس آلاء، أرجو أن نلتزم بربع ساعة إذا سمحت. مساء الخير، يسعد مساءكم، يعطيكم العافية. شكراً للجمهور الموجود أمامنا، وأنا كثير سعيدة وممتنة لوجودي معكم اليوم في المؤتمر المعماري. هلأ بداية رح نتطرق لتطبيق الذكاء الاصطناعي لخفض الكلفة والوقت في المشاريع الإنشائية. بداية، شو هو الذكاء الاصطناعي؟ يعني في حدا هون قادر يعرف شو هو الذكاء الاصطناعي؟ طيب، هلأ هو الذكاء الاصطناعي عبارة عن علوم في مجال الكمبيوتر تهتم بإنشاء أنظمة قادرة على التفكر وقادرة على التعلم، بالإضافة لاتخاذ قرارات مشابهة لقرارات الإنسان. نيجي هلأ لشغلة تانية، كيف آلية عمل إن هي الذكاء الاصطناعي؟ الذكاء الاصطناعي بيقوم بعملية كالآتية، هو عبارة بشكل أساسي معتمد على استخدام البيانات. كل ما كان عندي أنا مصدر البيانات ضخم وكبير، كل ما أنا بقدر أصل لنتائج جيدة. هلأ نستخدم هاي البيانات، بعدين بنقوم على تحليلها، ومن ثم بس نقوم بعملية تحليلها بنقوم إيش بنعمل؟ بنروح بناخذ تدريب نماذج خاصة بالذكاء الاصطناعي، وبناء عليها بنروح بنعمل على اتخاذ قرارات وتنفيذ المهام. هلأ في كمان شغلة تانية لازم نتطرق لها، اللي هي تقنيات الذكاء الاصطناعي، اللي هي الديب ليرنينج والماشين ليرنينج والناتشورال لانجويج بروسيس. هلأ بشكل عام أنا استفدت من هدول الأشياء الموجودين كذكاء بالذكاء الاصطناعي، وبناء عليها عديت الورقة العلمية اللي أمامنا. هلأ تمام. هلا بشكل عام قضيه اللي هي تجاوز الكلف في المشاريع الانشائيه وعدم الالتزام في المده الزمنيه لتنفيذ المشروع هي عباره عن قضيه عالميه، وليست فقط قضيه موجوده عندنا في بلدنا الحبيب الاردن. فنحن هي عباره عن مثلا شيء متكامل ما بين له العوامل الاساسيه بتؤدي الى مثلا زياده الكلف وتاخر في تنفيذ المشروع، هي بترجع لثلاث اشياء: ما بين المالك، وما بين الاستشاري، وما بين المقاول. فنحن هون عصرنا عندنا الأسباب اللي بتؤدي لزيادة الكلف في المشروع، بالإضافة إلى هي بتؤدي إلى مثلاً تجاوز المدة الزمنية. فأخذنا بناءً على دراسات سابقة خاصة بالذكاء الاصطناعي، استخدمت عندنا تطبيقات من ضمنهم رح نروح على الستادي موديل اللي هو الشبكات العصبية، بالإضافة للجينيتك ألغوريثمز والإكسبرت سيستم والإنتليجنت إيجنت. هلأ ممكن حدا يقعد يسألني شو هو الشبكات العصبية. هلأ الشبكات العصبية هي عبارة عن نماذج رياضية جاية مختصة
من طريقة عالية عمل دماغ الإنسان. بستخدم هاي النماذج الرياضية، بتم تدريبها اعتمادا على الداتا الموجودة، بندخل مدخلات للداتا، بعدين بصير في عنا زي تحليل لهم، وبالآخر بطلع عندي مخرجات. هاي المخرجات ساهمت بشكل كبير في تحسين كفاءة المشروع الإنشائي، بالإضافة اللي هي التزمت عندي، قدرت تعمل عندي تنبؤ بقديش بكلفني هذا المشروع الإنشائي، كمان بنفس الوقت قدرت تعطيني قديش مثلا تنبأت عندي بالمدة الزمنية المثلى لتنفيذ هذا المشروع. فجمعنا هدول العناصر الأربعة من تبعون الارتفيشال انتليجنس، وشوفنا قديش علاقتهم بريديوسينج الكوست والتايم. بناء عليها أعدينا كويشنير تم توزيعه على المهندسين القاطنين في شركات الهندسية في مدينة العقبة، اللي هي المكاتب الهندسية وشركات المقاولات، بالإضافة عندنا الشركات الاستشارية. بناء على الريزلتس اللي اجتنا حللناها وتوصلنا لانه فعليا الذكاء الاصطناعي قادر، لما يكون في عندي داتا ضخمه كبيره بناء على المشاريع السابقه، بتقدر تعمل عندي تحليل لهاي الداتا، وبتقدر تشوف شو هي العوامل المشتركه اللي بتؤدي مثلا الى عرقله اداء المشروع من ناحيه كلفه او من ناحيه مده زمنيه. هلا هي شغله بشغله مثلا بالذكاء الاصطناعي شو بيقدر يعمل؟ ممكن مثلا انا لو عندي مثلا بدي اعمل مستشفى، بدي مثلا اعمل مشروع انشائي مستشفى، بروح باخذ مثلا داتا لخمسين مشروع مشابه إلها، بدخل هاي الداتا الضخمة عندي بالذكاء الاصطناعي، بقدر هو يعمل شوفي شو الأشياء الكومون المشتركة بيناتهم، بتأدي مثلا بقدر مثلا نحط إيده على الجرح، مثلا إذا عملتي 1 2 3 هدول مثلا بيساهموا في عرقلة المشروع من ناحية مثلا زيادة مدة زمنية، أو مثلا من ناحية زيادة الكلفة. فبناء عليها بنقدر من خلال الذكاء الاصطناعي نستعين فيه، يقدر مثلا يحكي لي شو هي العوامل ممكن أعملها، أو مثلا بقدر يعطيني أنه مثلا استراتيجيات وتوصيات معينة بقدر أنا مثلا أنه أتخذها. هلأ بالنهاية توصلنا للتوصيات بهاي الدراسة اللي هي أوكي تمام. هلا بالنسبه لتوصيات الدراسه، لازم ياخذوا مثلا اصحاب القرار في المشاريع الانشائيه الاخذ بعين الاعتبار تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي هي بتساهم عندي في الالتزام بالمده الزمنيه، بالاضافه للتنبؤ بالكلف الحقيقيه للمشروع. ثاني شغله لازم نعمل على تدريب المهندسين مثلا بالعاملين في المشاريع الانشائيه على انه يتم تدريبهم على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي. في كمان شغله مهمه، هلا مش احنا بنستخدم الداتا للمشاريع السابقه، ممكن يكون في عندي عامل الريسك هاي المشاريع الأمان، هاي المشاريع، فلازم نأخذها بعين الاعتبار. وشكرا لكم، ممكن أنا أخذت وقت قصير، فشكرا لكم.